احنا محتاجين ننتبه لناس تانية في حياتنا، لازم نقول لهم شكرا. يعني انا دلوقتي بقيت اقول الحمد لله على نعمة كذا وكذا وكذا وكذا، فلقيتني بذكر الاشخاص اللي هم مهمين جدا في حياتي، مش اهل مش اصحاب، ولكن هم مهمين جدا في حياتي. يعني مثلا اقول الحمد لله على نعمة جميلة. مين جميلة؟ جميلة دي اللي عندي في البيت من سنين، وهي زي والدتي وبتساعدني واخدة بالها من كل شيء، وست جميلة ورغم السن ورغم التعب ورغم الألم شايلاني. أكيد أنا من غير ست جميلة كان ممكن حياتي تختلف تماما، فأنا بقول لها شكرا، بقول الحمد لله على نعمة جميلة، والحمد لله على نعمة ميسي. ميسي دي بنوتة سمراء جميلة، هي اسمها مسرات، وأنا بقول لها يا ميسي شعلة من النشاط ومن الحب. لحظات الخوف اللي بشوفها في عينيها لما بكون أنا تعبانة أو فيها حاجة، وأنها منتبهة لتفاصيلي ومركزة، ولو أنا نسيت حاجة بتفكرني، فلقيتني بقول الحمد لله على نعمة جميلة وعلى نعمة ميسي. الحمد لله على نعمة سماح. سماح دي أشطر وفيرة في مصر، ربنا يديها الصحة، هي والمجموعة كلها اللي معاها، أسماء وياسمين وأميرة وكلهم. الحمد لله على نعمة محمد عبد القادر، برضو حد من المسؤولين عني، اللي يعني بيتعب وحاسس بالمسؤولية تجاه إن أنا عندي هوى، والشباب اللي معايا يعني إسلام وسيف، بجد الحمد لله على نعمة وجودهم في حياتنا. الحمد لله على وجود سيد عبد الغني، من أشهر الكوافيرات اللي في مصر، واللي عنده اللي سماح موجودة عنده، لكن هو نفسه شخصية طاقة جميلة ومكافح ومثابر وصانع، بيعمل صناعات مصرية رائعة. الحمد لله على نعمة أحمد الهواري. أحمد الهواري اللي هو يعني بياخد معايا بقى كل الطرق، ويعني ومتحملني في كل مشاويري ومسافاتي، بنتأخر وبيجي لي بدري، فالحمد لله على نعمة أحمد. الحمد لله على نعمة حاجات كتير. الحمد لله على نعمة الشغل. الحمد لله على نعمة كل الزملاء اللي في الشغل، اللي بيوفروا لك كل شيء أنت تقدر تحتاجه، وبيعملوا لك كل جهد، وكل الشكر لكل إدارة النهار وكل الناس اللي موجودين في قناة النهار. كل الشكر مثلا لماندو اللي بيصورني دلوقتي، واللي انا دايما بعذبه في التصوير، واقعد اقول له لا مش كده ولا نغير كده، ويعني وبيتحملني عن حب كبير. فالحمد لله على نعمة الناس دي حوالينا. لو ننتبه بقى لمين فيكم محتاج يقول الحمد لله على نعمة كذا ويوجه له رسالة شكر، اعتقد ان ده افضل وقت. يلا بينا طول الوقت، واي حد ينضم جديد لحياتنا ونحس ان هو نعمه نقول له شكرا. واحنا بنقول الحمد لله على نعم كتير، لازم نقول الحمد لله عليهم، وندعي لهم كلهم بالصحه والستر، لان هم سترنا في حاجات كتيره جدا، ووجودهم في حياتنا نعمه. يلا خلينا نفكر بعض بالناس المهمه في حياتنا اللي لازم نقول لهم شكرا، كل الامتنان كل شكر.